كلب هش في لحمها وعظمها وجرها إلى الخارج، لن تمحى من الذاكرة أبدا. مشهد وصورة ستظل لعنة على كل الطغاة من حكامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف أبدأ معاكم الحوار إزاي، لكن تعالوا نشوف اللي أنا شايفه، يمكن تحسوا باللي أنا حسه. الصورة اللي قدامكم دي عايزكم تتأملوا فيها قوي، تأمل فيها كده وعيش تفاصيلها. الصورة دي ليست مشهد من فيلم سينمائي، وليست مدبلجة بالـ AI أو بأي وسيلة من وسائل الإنترنت أو الديجيتال أو ما شابه ذلك. يعني صورة حقيقية، صورة حقيقية لكلب سعران سلطه كلب مجرم على امرأة مسنة وهي نايمة في بيتها. المشهد من غزة، غزة الحاجة دولت نايمة في بيتها الساعة 2 أو 2 ونص صباحا، اقتحم المجرمون عليها بيتها وطلقوا الكلب وجري الكلب يفتح كل الأوض. الحاجة دولت نايمة في فرشتها ولا حول لها ولا قوة، والله أعلم بحالها، نايمة جعانة عطشانة مريضة مش لاقية الدواء، نايمة مكلومة في ولادها الذين استشهدوا وزوجها وبيتها اللي تهد ونايمة على أنقاضه. الحاجة دولت وهي في مرارة هذا الألم كله يدخل عليها الكلب هش في لحمها بهذه الصورة. خليكم تشوفوها 3 مرات عشان نعيش بس ولو جزء من إحساس الست دي، جزء من الإحساس ده. الكاميرا أو المشهد في 10 ثواني لكنه بيحمل مأساة 10 قرون. المشهد لم يقف عند هذا الحد، لكن الكلب هش في لحمها وعظمها وجرها إلى الخارج. بعد ما سمعت معايا القصة وشفت جزء من جوانبها، أدعوك تاني إنك تتأمل معايا الصورة دي، نفس الصورة بس عايزك تعيش تفاصيلها. شوف كلب سعران مجرم سلطه كلب آخر. تخيل معايا إن الست دي أمك، أختك، زوجتك. أنت تخيل إنك نايم في فراشك في بيتك ودخل عليك مجرمين ومعاهم كلب سعران. مشهد وصورة لن تمحى من الذاكرة أبدا. مشهد وصورة ستظل لعنة على كل الطغاة من حكامنا، ستظل لعنة على كل عميل وخائن من أبناء جلدتنا، ستظل لعنة على حكامنا أبد الدهر. ما تنسوش الصورة دي أبدا، خدوها واحتفظوا بيها عشان الصورة دي في يوم من الأيام سنثأر جميعا للحجة دولت ولكل امرأة فلسطينية غزاوية حرمت من الأمن أو الأمان أو استشهد أبنائها أو دمر بيتها. افتكروا المشاهد دي كويس، الصورة دي ستظل كده أيقونة زي كتير كده من الصور في تاريخنا. زمان أوي كنت فاكر في بداية التسعينات الصور اللي كانت بدأت تنتشر عن أخواتنا في البوسنة، والله ما زالت هذه الصور حتى هذه اللحظة لا تفارقنا ولا تفارق ذاكرة الأمة أبدا. لكن الوضع الآن مختلف. نعم الوضع الآن مختلف. زمان احنا كنا أمة ضعيفة، دلوقتي احنا أمة قوية، نحن أقوى الآن. نعم أولا بتمسكنا بديننا وعقيدتنا، ثانيا بأنه الآن حالة تمايز بتحصل بطبيعة الحال نتيجة هذا التماسك
الذي عليه أهلنا في غزة بيحصل كمال، ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. الخبيث بيتجمع، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. بثبات أهل غزة أمتنا قوية بفضل الله تبارك وتعالى، وهذه الأحداث سيكون لها ما بعدها. فيا حق دولة سامحينا، سامحينا واغفري لنا تقصيرنا في حقك. يا كل امرأة غزاوية، يا كل طفل، سامحونا بالله عليكم. مش معنى كده ان احنا نسيناكم، ولا ان احنا بننفض ايدينا عنكم، ولا احنا ملينا من مشاهدة صوركم ابدا. سامحونا لان احنا كان المفروض من اول صرخة نلبي نداءكم، من اول لحظة، لكن الله ابتلانا وسلط علينا حكام خونة، عملاء، حكام مجرمون سلطوا علينا. أمتنا ليست ضعيفة، واللحظة الفارقة آتية لا محالة، بعز عزيز أو بذل ذليل. اللحظة الفارقة آتية، وفيها يعز الله دينه ويذل الله الكفر وأهله. وبأيدينا إن شاء الله، وبأيدينا. اصبروا وصابروا ورابطوا. يا كل المسلمين في كل مكان، إن نصرة أهل غزة بالنفس والمال لواجب شرعي على كل إنسان على ظهر هذه الأرض. إنه أوجب بحق علمائنا، وأوجب بحق حكامنا. فإذا تخاذل الحكام والعلماء ستنطلق الشعوب إن شاء الله تعالى في ساعة ولحظة يحددها الله عز وجل، وحينها أول رؤوس تطأها الشعوب بأقدامها رؤوس الحكام وشيوخ السلطان العملاء والخونة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. جددوا عهدكم مع الله، انتظروا لحظة النفير، اكثروا من الدعاء لإخوانكم، فعلوا المقاطعة، وتهيئوا واستعدوا للحظة الفارقة، فهي آتية لا محالة، بعز عزيز أو بذل ذليل، والله حسبنا ونعم الوكيل.